مرحبا برج الحمل، أهلا فيك. فقراتك العامة طالع من فترة أنت تحس فيها أن ما عندك خيارات، ما عندك حلول، فقدت الأمل، وأيضا كأنما ليس لك يد تستطيع أن تغير فيها الواقع إلى واقع تحلم فيه على المستوى المادي. ما هي طاقة المستقبل؟ النجمة، تحقيق الأمنية. ولكن النجمة هني قاعدة تقولي أن عندك أمنية واحدة، ما تستطيع أن تركز جهودك وأفكارك في أكثر من مجال أو على أكثر من شيء في نفس الوقت. لازم تحط هدف واحد خلال شهر يونيو أمام عينك. الطاقة اللي راح تحتاجها 6 الأغصان، هي طاقة أن ما نخاف أن نكون محاطين بالناس، أن نتفاعل مع الناس، أن نحتك فيهم، أن حتى نتقرب منهم، أو نكون إحنا نطلع في أعين الناس بشكل أكبر. يعني ما نخاف مثلا إذا نجحنا أن نكون بارزين أمام المجتمع، ما نخاف أن نطلع مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي وأن نعرض منتجاتنا وأن نعبر عن أفكارنا. هذا النوع من الطاقة. وما هي النتيجة؟ النتيجة خلال هذا الشهر، أو خلينا نقول النتيجة المحتملة، الخماسي الأول. طاقة جدا جميلة عزيزي برج الحمل، أنت مريت بمرحلة التغيير، مرحلة كنت فاقد فيها ما هي أهدافك، كنت مشتت شوية فيها عن ما هي أهدافك الحقيقية، وين تريد أن توصل في الحياة، وين تريد تروح، وما هي أهدافك. وكنت هني أيضا كأنما لأن جنبها 8 السيوف، مش عارف كيف تصل إلى الأمور اللي أنت أو الأهداف اللي حطيتها أمامك، سواء كنت احتمال أن ترغب في تغيير وظيفتك، في وظيفة أفضل، أن تحقق لنفسك مشروع صغير يحصل لك على دخل إضافي، تحصل على ترقية مهما كان، أو حتى في الدراسة مهما كان. أنت هني هدفك في الحياة العملية، كنت في الماضي كأنما عينك بصيرة ويدك قصيرة، مش عارف أمامك الهدف، ولكن مش عارف شلون راح توصل له. راح ابتدي أوضح أيضا الكرتات. أول شيء أوضح كرت الموت. نعم، في أمنية هني، أمنية أنت في السابق ما كنت مستعد أن تواجهها. لما يحدث الموت خلاص نكون إحنا رجعنا أو تحولنا، مرينا في التغيير، انتهينا من مرحلة الخوف اللي كانت تمنعنا أن حتى نعبر أو نخبر الآخرين أو حتى نختار حياتنا القادمة. كنت دائما تفكر، أو لحد الآن احتمال لحد هذه اللحظة، أنت تفكر أن مالك يد وما تستطيع تغيير واقعك، واقعك اللي مش عاجبك أن تعيش فيه. التاري يقول لك أنت بدون حتى أن تعي أنت خلاص مريت في التغيير، أنت مريت بالمرحلة المؤلمة اللي لازم تواجه فيها نفسك، تواجه فيها أن ما ينفع أظل داري أو أخبي أهدافي القادمة في الحياة، أو رغباتي وين أبي أروح، في أي دولة أريد أن أعمل، وين أريد أن أسافر وأفتح مشروع. مهما كان احتمال حتى ترغب في تغيير تخصصك، تغيير مجال عملك، دراستك، كل التغييرات حدثت وانت مش واعي لها، انفتحت امامك الابواب. ولكن انت لحد الان اشوفك في طاقة 8 السيوف، ما ادركت بشكل كامل ان الابواب فتحت امامك، ان الفرص اللي انت كنت مفكر انها ممنوعة عنك وانه ما تقدر. دائما برج الحمل من الأبراج اللي يفكر أن هذا هو الواقع، الواقع سيء وأنا ما لي يد أو ما أقدر أن أغير فيه، دائما أحس أن يده مكفوفة مثل هذا الكرت. أوكي، ولكن خلنا نشوف ونوضح 8 السيوف بالضبط، 3 الأغصان. لأن أنت كأنما هني في مرحلة انتظار، ولكن احذر أن الانتظار ما يطول لدرجة أن تتوقع أن خلاص اللي أنت الهدف اللي أنت حاطه في بالك ما راح يأتيك. لما إحنا نطيل الانتظار بدون عمل، بدون اجتهاد، بدون جهود من جانبنا، إحنا نتوقع أن الأمنية، المال، النجاح، الشراكة راح تقع في حضننا بين يوم وليلة. نعم،
أنت قمت بالجهود اللازمة، ولكن هل فعلا لحد الآن عندك أمل، أو أنك فقدت الأمل في موضوع معين؟ خلينا نشوف النجمة، تحقيق الأمنية. بالضبط، أنت هني أشوفك مثل ما قلت لك، فقدت الأمل في موضوع معين، وإن كان لحد الآن يشغل بالك، مشروع، ممكن يكون أي شيء، أنت لحد الآن قاعد تحوم بانتظاره. وإن كنت تمثل هني طاقة التمثيل، تمثل على الناس أني أنا خلاص نسيت الفكرة اللي فكرت فيها واللي كلمتكم عنها قبل سنتين، قبل 3 شهور. 3 شهور عندنا رقم 3، 3 الأغصان، نسيتها، ما عادت في بالي، ولكنها لحد الآن حاضرة، ولكن محتاجة منك كأنما هني كرت النجمة وهو كرت برج الدلو، محتاجة إيه هي الأمنية أن تسمعك وتنادي فيها، محتاج أن تحصل، يعني تبحث في نفسك عن آخر ذرة أمل. النجمة هي الأمل، آخر ذرة أمل لحد الآن موجودة بداخلك، وآخر مثل ما نقول حرب أو اجتهاد في سبيل هذه الأمنية، مهما كانت الأمنية. ممكن تكون حتى هني أشوفها طاقة تحاول أن تذهب لتعمل في الخارج أو تدرس في الخارج في مجال الابتعاث. الأمنية نفسها ردت، عرضت نفسها عليك، انفتحت لك الأبواب. البداية الجديدة اللي أنت كنت متوقعها واللي هني استسلمت عنها موجودة أمامك عزيزي برج الحمل. محتاج أن أنت تركز النية هني في النجمة. دائما لما نشوف النجمة هو مش كرت يطلب منا العمل، أنت قمت بالعمل، قمت بالجهود، قمت بالاجتهاد. محتاج في هاي الفترة أن تعمل على قانون الجذب، وقانون أن تركز نيتك أن أنا خلاص سويت اللي المفروض أسويه، فهالمرة راح أقبل على هاي العمل، على هاي الفرصة، على هاي الهجرة، حتى راح أقبل عليه وأنا متوقع النجاح، وأنا متوقع الفوز، وأنا متوقع الججمنت هو الحكم، متوقع أن يتم قبولي. ما يصير أن تتوجه نحو الأمنية اللي أنت تتمناها والشيء اللي تبيه بتخاذل أو بيأس. هني مهم أن تتذكر قانون الجذب. خلنا نوضح 6 الأغصان. الإمبراطورة. بالضبط، لما أشوف لك 6 الأغصان قلت لك ما تخاف أن تكون في أعين الناس وتحتفل مع الناس أو تبين للناس، هي طاقة أيضا وضوح. والإمبراطورة تحت هذا الكرت يقول لي يا برج الحمل، أنت في حياتك عطيت الكثير، قلت لك مرحلة الاجتهاد في هذا الموضوع بالذات، أو الألم أو التعب، أو أن أعمل على تقديم الطلبات، وما في أي مشكلة في طلبك نفسه، ما في أي مشكلة في الاستمارة، ما في أي مشكلة في حتى المواصفات اللي قاعدة تنطبق عليك هني والاشتراطات، ما في مشكلة في الشيء اللي أنت تتمنى أن تحققه رسميا، ما في أي مشكلة، والحكم أيضا إلى جانبك، ولكن محتاج أنك كأنما كل جهودك اللي قمت فيها في السابق كلها تطلب أن تساندك في الفترة القادمة. شلون يعني؟ لما أنا أعتبر نفسي أن قمت بما فيه الكفاية وحان الوقت لأحصد. الإمبراطورة هو كرت يبين لك كثرة العطاء، أنت عطيت بما فيه الكفاية، حان الوقت أن ترتاح وتحصد، تنتظر وتقوم بأقل مستوى ممكن من الاجتهاد الفعلي الجسدي. كل تركيزك في الفترة القادمة خلى على النية وتركيز الطاقة، محتاج هذا النوع، مش محتاج طاقة العمل نفسها. والغصن الأول موضح بالشمس. الشمس هو كرت النجاح، كرت السفر، كرت المرح، وفوق الخماسي الأول ما في أوضح من كذي. عزيزي برج الحمل، أعيد وأكرر لك، إذا عدت وكررت عليك فكرة معينة معناته أن مهم جدا أن تستوعب كل الجوانب اللي أقصده فيها. أنت مريت بمرحلة خلاص اجتهدت فيها وتعبت بما فيه الكفاية، هذا اللي قاعد أشوفه في الطاقة. أشوف شخص من برج الحمل اجتهد كثيرا، عطى كثيرا في حياته. بوجود كرت الإمبراطورة أنت عطيت كثيرا، أسبقت حتى في العطاء، أكثرت من العطاء، حان الوقت أن تسمح للآخرين أن يعطونك، حان الوقت أن تتكلم بثقة
لما تتكلم بخصوص مشروعك تتكلم انك راح تنجح، ما تتكلم باسلوب الخوف، باسلوب القلق، باسلوب اللي احس انه ما راح انجح، احس انه ما راح احصل، ظليت انتظر كثير، هني طاقة الانتظار، ظليت انتظر والحين ما صار شيء. لازم تحس انك تستحق هذا الشيء، لك الأحقية. تعرف الناس اللي يقولون عنهم entitled، يتصرفون ان لهم حق حتى في الاشياء اللي فعلا هم ما لهم حق فيها. انت لك حق في هذا الشيء، هذا الشيء موجود وفتح ابواب عشانك، انت اللي لازم هني كليمت. كليمت معناته ادخل الى هذا المكان، ادخل الى هاي الفرصة، اقدم طلبي، ولكن ما اقدمها بيأس او بخوف او حتى بخجل، اقدمها وانا واثق، واحتك واتكلم مع الناس، اتكلم معهم عن جهودي، تكلم معاهم، خلي الناس يفهمون جهودك. لا تعيش في الظلام أو في طاقة الاستخباء في حياتك العملية. تكلم مع الناس عن جهودك، خلهم يفهمون ليش أنت تستحق هاي الفرصة، خلهم يفهمون أن حان الوقت للحصاد مش للعمل. أنت مقبل على فترة لازم فعلا تستوعب فيها ما الذي تستحقه وتطالب فيه. هني طاقة المطالبة، طاقة التركيز على النية، طاقة أن تفكر بقانون الجذب. لما تفكر أنك تستحق هذا الشيء، هذا الشيء راح يطرق بابك، ولكن لما تفكر أنه ما راح يأتيك مهما حاولت، راح تجذب اللي أنت تفكر فيه. هذه حقيقة عند قانون الجذب. راح ننظر الحين إلى الجانب العقلي. برج الحمل، هذه راح تكون قراءتك الجانب العاطفي بغض النظر عن وضعك مع الشريك. هذه القراءة راح تكون عامة وتناسب، وأتمنى أن تلاقي فيها اللي يتناسب مع وضعك مع الشريك. برج الحمل، الطاقة العاطفية، طاقتك لشهر يونيو 5 الأكواب، طاقة الحزن على اوكي. انت مش انت زعلان على نفسك. هني عندنا ايضا كارت العربه، ولكن وجود العربه جنبها يبين لانك مستعد ان تتعافى او تتخلص من هاي الشعور. اوكي، كارت الامنيه، دائما اللي نتمناه ياتي لنا عندما احنا نقول نستسلم. لما نستسلم ان الشريك ما راح يعطينا، او خلاص نقول ان راح نمضي قدما، نشوف الطريق الشريك يطرق بابنا مرة ثانية. ملك النار، عندك شخص فقدت الامل فيه، راح يكون جدا قيادي، جدا شجاع، جدا راح يتغير في طاقته. احتمال ان اشوف هني عندنا كارت برج الدلو، برج السرطان، العربة. أحس جدا هني أتكلم مع برج حمل قاعد يتعامل مع شخص من برج مائي، عقرب، حوت، وسرطان. أنت هني كأنما حزين على نفسك يا برج الحمل، مش حزين على الشريك نفسه ترى، وإن كنت تفكر أنك حزين على الشريك، أنت هني أشوفك حزين على نفسك. خلينا نشوف لماذا برج الحمل يحس بهذا الإحساس. أوكي، لأنك لا تستطيع التخلص من التفكير في هذا الشخص. حاولت وبحثت عن كذا طريقة أن تنسى فيها وتكون أشجع وتكون أقوى. تحاول هني أن تغير أيضا طاقتك العاطفية، عرفت؟ وتبحث عن مكان جديد، منطقة جديدة تزرع فيها بذورك، لأن هذا الشريك كأنما سبب لك الكثير من الإحباط في الماضي. أوكي، النجمة، 6 الخماسيات. عزيزي، اللي تستحقه، اللي ضاع منك، اللي الشخص اللي ما قدرك، راجع خلال شهر يونيو أو ابتدى خلال شهر يونيو أنه يكون مستعد أن يعطيك حقك. هذا الملك وإن كان ملك شوية
لأنه من برج ناري، وإن كان شوية ملك شوية معتد بنفسه، شخص مغرور، ولكن يتأكد خلال شهر يونيو. مستعد أن يعطيك ما تستحقه. الحب والاعتراف، هني أشوف الاعتراف، وإن كان شخص دائما يكابر اللي قاعد تتعامل معاه، دائما يكابر، ما يتكلم عن حقيقة مشاعره معاك، ما يبين لك أهميتك في حياته. هني عندنا النجمة مرتين، ما يبين لك أهميتك في حياته أو مكانتك في حياته، لكن خلال هذا الشهر كأنما ست الخماسيات هي طاقة قريبة من كرت العدالة، راح تحصل على التوازن في الفترة القادمة على الاعتدال. إذا أنت كنت دائما اللي تحاول أن تصلح العلاقة، تعدل وضعك مع شريكك، تتفاهم معه وهو صعب المراس، خلال شهر يونيو راح إن شاء الله. بالضبط هني يتكلم لك التارو عن الكارما. الكارما بما معنى اللي تزرعه راح تحصده يوم من الأيام. وإن كنت حاليا يا برج الحمل زعلان على نفسك، زعلان إنك استثمرت مع شخص، تحس هني إنه لم يعرف قدرك على كثرة ما أنت بينت له مشاعرك، استعدادك، وقفت معاه. هني أيضا أشوف برج حمل وقف مع شريكة أو حبيبة الكثير من الوقفات، كانت لك وقفات مشرفة مع هاي الشخص. وإن كان هذا هو المؤلم في الموضوع، أنت أكثر حاجة من الشريك ماديا، وأنت ما بقول لك أضعف، أنت أكثر حاجة إلى الأمور اللي كنت تضحي فيها من أجل الشريك. إذا كان يقول لك مثلا أنه هو مشغول يتعذر، فأنت كنت مشغول أكثر ولكن توجد الوقت من أجله. إذا كان مثلا يقول لك أن أهلي رافضين فكرة الزواج، فأنت كنت تعاني من أهل أقسى وأعند من أهله، حتى وضع أسري أسوأ، وضع عدم تقبل أسوأ، ولكنك هني وجدت لنفسك طريق. قاعد تقول للشريك برغم كل المصاعب اللي واجهتها في طريقي، كرت العربة هو تسهيل المصاعب، أنا أوجدت لنفسي وقت ووضع أقدر أكون فيه متواجد عشانك أنت. هذا طبعا في الماضي. هني أشوفك كأنما حزنت على نفسك لأن جهودك لم تثمر مع هذا الشخص، هذا الشخص لم يقدر جهودك، كان دائما تشوف هني هو عند مستوى الملك، نضوج الملك، موارد الملك، يقدر أنه هو اللي يغير الموضوع، ولكن لحد الآن لم يحرك شعره. أوكي، شنو اللي تنتظره خلال شهر يونيو؟ شهر يونيو شهر راح ترجع فيه العدالة الإلهية أو الكارما إلى جانبك، لأن أنت زرعت بغض النظر سواء كنت بانتظار هذا الشخص فقط أن يعتذر، بانتظار أن يرجع إلى حياتك، بانتظار أن تحس عندك شوية نوع طاقة انتقامية، بغض النظر ما هو الهدف اللي انت حاطه او النية اللي حاطها في قلبك تجاه هذا الشخص، هذا الشريك، العدالة راح تكون الى جانبك. الفرصة في يدك، انت اللي من حقك تستخدم هاي الطاقة وين تروح. اوكي، هني عندنا العربة تحتها المشاغب، قاعدة تبين لي ان انت دائما كنت تستطيع تسخر الظروف عشان تتواجد من أجل هذا الشخص. إنزين، لأن هذا الشخص بالنسبة لك الأمنية تحلم أن يوم من الأيام ترتبط فيه أو تكون معه، شخص من برج ناري، أسد، ممكن أيضا حمل أو حتى قوس، أو ممكن فقط تكون طاقته نارية، ممكن أيضا يكون دلو مثل الأبراج اللي ذكرتها لك. عندنا هنا أيضا كارت برج الجوزاء، لكن هذا الشخص قلت لك كان قليل في العطاء معك، سواء عطاء الوقت، عطاء الجهد، كان ما يعطيك حقك. خلال هذا الشهر هذا الشخص مستعد انه يرجع، او ابتدى يفكر انه فعلا يرجع، ابتدى يبحث عنك. هني عندنا الزاهد اللي يبحث عن النجمة، انت هني فقدت الامل ومضيت قدما، اوكي، ولو جزء منك، مو كلك، على الاقل جزء منك مضى قدما على مستوى الروح، انت تعبت من العطاء. هذا الشخص راح ترجع معاه العدالة الى جانبك، راح هو اللي يصير يلحق وراك، هو اللي يصير يبحث عنك، هو اللي يصير يفكر كيف يعطيك الاشياء اللي قصر فيها في السابق معك، يريد ان
يعوضك، خلينا نقول يريد أن يعوضك عن تصرفاته في السابق. هذا الشخص أشوفه نضج، يعني نضج حتى مو فقط معاك، حتى مع نفسه ابتدى يواجه نفسه بحقيقة تصرفاته الطفولية في السابق، أو تقصير على الأقل في العطاء. إنزين هني يقول لك أربعة الأكواب تحتها ست الأكواب. جهودك أشوفه هذا الشخص من الماضي، جهودك اللي وضعتها معه لا تفكر إنه راح تروح عبثا، أنت زرعت راح تحصد، ولو كان مو مع هذا الشخص فإذا مع شخص ثاني، لأن هني الكروت تبين لي إن الكارما هي إلى جانبك وليست إلى جانب الشريك. أوكي عزيزي برج الحمل، هذه هي قراءتك العاطفية. راح نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر. سواء كنت تنتظر فحوصات، تنتظر قبول هجرة، نجاح في الامتحانات، مهما كانت الأخبار اللي أنت بانتظارها بانتظار الشريك أن يعيد يتواصل معك، خلنا نشوف ما هي الأخبار القادمة في طريقك. برج الحمل، الأخبار القادمة في طريقك. أربعة السيوف، الموضوع راح يأخذ وقت أكثر مما تتوقع، ما راح يأتيك الجواب خلال هذا الوقت. لحد الآن هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص، هذه الجهة لحد الآن قاعدين يقومون بتحليل طلبك أو تقييم طلبك، حتى لحد الآن لم يتم صنع القرار. أوكي، فهني يقول لك أنت المطلوب منك الانتظار، لا تحس بالإحباط، لا تحس باليأس، لا تحس إن أنا سويت كل اللي علي، ليش لحد الآن ما أتاني جواب، أنا ما قصرت مع هذا الشخص، ليش لحد الآن ما اتصل فيني، ما سأل عني، ما وقف معاي. لا، أنا استثمرت في مشروع وايد، ليش لحد الآن ما أتوني مثلا عملاء أو كاستمر، أو ليش لحد الآن ما حققت دخل، ليش لحد الآن ما حصلت على وظيفة. لأن هذا هو وقت الانتظار، لحد الآن لم يتم يعني الوصول إلى طلبك. شوف العدالة، برج الحمل، العدالة أوقات ممكن تكون لك وممكن تكون عليك. هني العدالة تقول لك لا تستعجل، لأن اللي من حقك راح تاخذه. لا تقول مثلا إن ليش فلان، تقارن نفسك بالآخرين، حققوا أو حصلوا على الموافقة أسرع منك. تأكد إن وضعك أنت في ظروفك أنت اللي في مصلحتك راح يصير. هني يتكلم لك أيضا عن إجراءات قانونية، أنت لازم كأنما هني أشوف برج حمل مستعجل، لا يريد أن يقف في الطابور، يريد أن يتم الموافقة أو الحكم في قضيته أو يسمع الأخبار بسرعة. هني يقول لك لا تستعجل، موضوعك موجود وراح يأخذ دوره، راح يأخذ حقه. إذا أنت كنت مقصر في حق أحد، وإذا كان في أحد ثاني هو اللي قصر أو أخطأ في حقك، راح تأخذ حقك وزيادة. أوكي، فلا تفقد الأمل في النظام أو في العملية نفسها. الصبر ثم الصبر، رقم سبعة، رقم الانتظار. بالضبط، المشاغب. دائما برج الحمل من الأبراج اللي يتملل عندما أحد يطلب منه الانتظار، سمى ضروسة أن أحد يقول له انتظر، خصوصا لما يكون هو فاقد الأمل في شيء أو على أعصابه. ولكن عندما يسمع الأخبار اللي تسره يتغير وجهه ويصير حبوب ويصير لطيف ويصير يمازح الآخرين. وازن أنت طاقتك أيضا يا برج الحمل. وآخر كرت عندنا العالم، احتمال كبير راح تأتيك فرصة إذا كنت تبحث عن الدراسة في الخارج أو العمل والعيش في الخارج، راح تأتيك الفرصة ولكن بعد فترة. الكروت اللي في البداية تبين لنا أن اللي في بالك راح يصير
بعد فترة فرصة الابتعاث، فرصة التخرج راح تأتيك وقادمة في الطريق. ممكن شوية تأخذ وقت زيادة في أمور معينة، لحد الآن مواد معينة ما نجحت فيها، نعم، ولكن لا تحس إن أحد ظلمك. هني كأنما الكروت تقول لك ما حد راح يظلمك وما حد راح يقصر في حقك. كل اللي اجتهدته واللي أنت جنيته راح تحصل عليه. الموضوع شوي راح يأخذ وقت. عندك فرصة أيضا للسفر، ولكن ما أشوفها في الأشهر القادمة، أشوفها أبعد. بعد ما تنجح، بعد ما يتم الموافقة على طلبك، بعد ما تأتيك الأخبار الطيبة اللي أنت بانتظارها، إنزين، راح تكون متشجع أن على طول تحزم أغراضك، تغير مثلا، تذهب إلى الجامعة الجديدة، تذهب إلى الدولة الجديدة. أشوف هني عندك انتقال، وانتقال جدا جميل. راح أشوف هني وأسوي معاكم فقرة جديدة اسمها فقرة من أو ما الذي يجب أن تحذره خلال شهر يونيو. ممكن يكون شخص، ممكن يكون موقف، خلينا نشوف. أوكي. The Arrow Master. طبعا هذا الكرت كان موجود أسفل الأوراق من البداية، كانت الأوراق بهاي الشكل. The Arrow Master يتكلم عن سيد القوس والسهم. Hitting the mark، الدقة. Intention، النية. Detachment، بالضبط. إذا تتذكر يا برج الحمل، من البداية في رسالتك العاطفية إلى الآن، الأخبار اللي أنت تتوقعها، كأنما هني قلت لك مرحلة الجهود نفسها، ان انت تزرع، ان انت تعرق، ان انت تقدم طلبك، ان تضع اوراقك وامورك مع بعض، هاي انتهيت منها. 10 هو رقم الانتهاء، نهينا مرحلة معينة بنجاح. المرحلة القادمة ما تفقد الامل، هذا هو السر لك. اوكي، هذا هو السر لك. التحذير هني هو من نفسك. نفسك لا يصير لها سيطرة عليك. طبيعة برج الحمل قلت لك اياها من البداية، من الابراج اللي بسرعة يفقد الامل، بسرعة يتأفف، لا يحب الانتظار. اكثر الابراج اللي تعايشت معاها لا يحب الانتظار. هذا المطلوب منك من اجل ان تصل الى مرادك. مو وقت ان تقوم بالمزيد من الجهود، مو وقت ان تقوم بالمزيد من الطلبات او التواصل مع هذين الاشخاص او الجهات المعنية. هذا هو وقت الانتظار. النية يتكلمك عن الانتنشن. عليك ان تكون دقيق ولكن في النية. تذكر قانون الجذب اللي كلمتك فيه من البداية. وخلنا نشوف من طاقة الحيوان، ما هي الطاقة اللي راح تحتاجها من الكروت الحيوانية خلال شهر يونيو. برج الحمل، الطاقة الحيوانية اللي راح يحتاجها. The Beaver. البيفر هو حيوان مائي، ولكن لما أشوفه بهاي الطريقة، أو سوري، القندس، هذا هو القندس، حيوان مائي، عنصر ماء. احتمال جدا من البداية قلت لك أنت تعامل مع شخص برج مائي، أو حاليا متوجه نحو الكثير من الطاقة المائية، طاقة الحب، طاقة اللي أنا آسف، أنا مستعد أني أرجع أعتذر، مستعد أني أعوضك عن اللي فات. لا تفقد الأمل، هذا الكرت لك أنت كنصيحة، لا تفقد الأمل. البيفر هو دائما حيوان متفاني ويركز على هدفه، ما يتشتت، دائما عنده هدف أولي يركز عليه. كأنما النصيحة لك يا برج الحمل، عندما تأتيك الأمور اللي أنت متوقعها من هذا الشخص، من هذه الجهات المعنية، تأتيك الفرصة وتدق عليك الباب، خليك متفائل، محتاج طاقة الماء، لا تكون متشائم. هني عندنا الكثير من السوداوية في هذا الكرت. لا تكون متشائم. وأيضا البيفر دائما يتكلم عن حب أن يكون في مكان المريح. لا تخاف من الانتقال. احتمال أن الفرصة اللي أنت تنتظرها راح تتطلب منك السفر، الانتقال، أن تذهب تعمل في مدينة مختلفة،
أن تنتقل مع الشريك إلى منزل جديد، منطقة ثانية. نعم، هذا النوع من الطاقة. لا تخاف من الانتقال، لأن البيفر هو دائما حيوان يحب الحياة الأسرية ويحب أن يظل في منطقته. ما تستحقه، ما عملت من أجله، قادم في طريقك إن شاء الله في شهر يونيو.